أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل من الرياض: فضيلة الشيخ، إذا بعت سيارة على شخص ما، هل يلزمني أن أوضح للمشتري العيوب وإن كانت صغيرة ويمكن رؤيتها بوضوح؟ نعم، العيوب التي تعلمها في السلعة، سيارة كانت أو غيرها، لا بد أن تبينها. قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فلا بد من البيان. العيوب التي تعرفها في السلعة لا بد أن تبينها للمشتري ولا تكتمها. نعم.